ما قلتلناش يا فندم، ايه الشحنه اللي انت عايز تدخلها البلد بتاعت المخدرات دي؟ يعني هورين ولا ستروكس ولا ايه؟ توطي صوتك. شحنه زراير. ايه؟ شحنه زراير. انت قلت زراير صح؟ اه. طب ثواني يا فندم. ليش يا فندم بس كان في حاجه بخلصها على جنب كده. حضرتك قلت ايه الشحنه اللي عايز تدخلها؟ شحنه زراير. طب استاذنك معلش. اتفضل اتفضل. ما تيجي نتكلم جد شويه. يا ريت. حضرتك عايز تدخل ايه البلد؟ شحنة ايه؟ شحنة زراير. اقسم بالله هموت. طب بيني وبينك كده، بيني وبينك، بيني وبينك، شحنه ايه اللي انت عايز تدخل البلد؟ انت مش عارف انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ خد بس هنا، انت عارف، انت عارف الشحنه دي والزراير دي بيتعطوها ازاي؟ انا خايف اسال من الاجابه هتكون عامله ازاي؟ يا تحسين، يا تحسين ركز معايا يا تحسين. انا برضه اللي ركز يا تحسين، ركز معايا ابوس ايدك. والله بحاول يا بيه. الزراير دي بقى بيجيبوها ويطحنوها تتسف كده وتتكتم، بتعمل دماغ سفله. دي سفله بجد. انا عايز اسال سؤال، يعني هل زراير البنطلون بتفرق عن زراير القميص مثلا؟ طبعا. طبعا كل حاجه وليها سعر. طب يا ترى انا اسف للسؤال ده، يعني مين اللي بيتاجر في الزراير دي؟ المعلم حمودة العربة. طبعا يعني الزراير مين اللي هيتاجر فيها؟ لازم يكون عروة. لا عروة. فك يا راجل فك. لا انا دلوقتي اتاكدت ان وجود بكره وفتله في الموضوع ما كانش صدفه ابدا. والله يا جدعان انا حاسس ان احنا هنتخيط في العمليه دي. ما تروح تاخد غرزه وارجع. يا راجل بلاش كلام فارغ.